عايز ارجع معاكم تاني لقمه المناخ، يعني انه قمه المناخ لو انا بتكلم هنا عن حقوق الانسان هي قمه حقوق الانسان. يعني لما تعمل قمه للمناخ بشكل عام، لانه الانسان عايز ايه؟ الانسان عايز يرجع للطبيعه، الانسان في اي حته في الارض عايز يعيش بسلام وامان، عايز يتعايش تاني مع الطبيعه ولا يضرها ولا تضره. يعني ده الملخص بتاع قمم المناخ ايا كانت. فبالتالي المدنيه وكترها وعدم الاهتمام بالاضرار اللي كنا بنعملها من مصانع من حاجات عملت المشاكل للانسان. فالانسان دلوقتي بيعود الى الطبيعه وبيحاول انه يتصالح مع الطبيعه بانه لا يقدم ضرر ليها ولا هي الطبيعه تغضب ويبقى في ضرر لانه الانسان لم يستغلها الاستغلال الامثل والشكل الصحي. قمة المناخ يعني حالة رواج جميلة في شرم الشيخ ونشاط سياحي كبير جدا في البحر الأحمر، وتحديدا كمان في مدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ، وكل ده الحقيقة تحس كده أنه البحر الأحمر عروس، يعني شرم الشيخ هي عروس مصر الأيام دي. ارتفعت بقى معدلات الوصول عن الموسم الشتوي الماضي، عملنا مقارنة بأعداد كبيرة تصل يوميا من 15 إلى 20 ألف سائح يوميا من مطار الغردقة الدولي مرسى علم. فطبعا ده خبر بالنسبة لنا خبر مهم وخبر يستحق هذه المداخلة مزيد من التفاصيل. خبير السياحي أستاذ مجدي صادق، مساء الخير أستاذ مجدي. مساء النور عليك شفك يعني من المنيري، ومساء النور على مصر كلها أقدس أرض. صح، مساء النور على مصر، تفضل مصر منورة على طول. الخبر حلو بأنه الأعداد والزيادة لو عملنا مقارنة بالعام الماضي ووجود مؤتمر المناخ، كلمني على يعني هذه الحالة الجميلة اللي موجودة. يعني خلينا نقول أن أول مرة في تاريخ البشرية يجتمع 110 ملك ورئيس دولة ورئيس وزراء وقادة دول في منتجع اللي هو منتجع سياحي في شرم الشيخ، ما حصلتش قبل كده. صحيح. ان 110 يجتمعوا في نفس الوقت في منتجع سياحي، فدي طبعا ال 110 دول معاهم الميديا، معاهم جميع وكالات الانباء العالميه الكبرى. شرم الشيخ دلوقتي فيها 3000 اعلامي كبير من كبار الاعلاميين اللي بينقلوا كل لحظه. كل العالم كله دلوقتي بيتكلم عن شرم الشيخ ومصر، فمصر دلوقتي بقت ملء السمع والبصر. صحيح. ودلوقتي موجود عندنا في مصر شخصية هامة جدا اللي هو الكاردينال بيترو بارولين. الكاردينال بيترو بارولين ده رئيس وزراء الفاتيكان. أنا أتمنى طبعا. أتمنى إن هو يكون مع شيخ الأزهر ومع البابا توادلوس مع فخامة الرئيس السيسي يتواجدوا بافتتاح الجزء الأول من التجلي الأعظم. فخلينا نقول إن ما يحدث في مصر بفضل الله وبفضل فخامة الرئيس السيسي، فعلا هو فخامة الرئيس يعني عامل يعني جو وعامل شغل، يعني لو في مليارات المليارات لا يمكن يتعمل. بجانب إن طبعا إحنا كسياحة طبعا. البنية الأساسية بتاعت مصر اتحسنت جدا، وفي طبعا دلوقتي أحمد بيه عيسى وزير السياحة يعني وشه حلو علينا، ففي تدفق سياحي رهيب. صحيح. يعني المتحف المصري يزوره أزيد من 5000 سائح يومي. كان في من يومين بس في أبو سمبل 7000 سائح، والإنجليز والطليان وكل دول الاتحاد الأوروبي مليين مصر كلها زي ما حضرتك قلتي في شرم الشيخ والغردقه ومرسى علم كمان والقاهره والاقصر واسوان. اكيد نتمنى الخير وان شاء الله يفضل الخير موجود. الخبير السياحي مجدي صادق اشكرك شكرا جزيلا. زي ما انتم شفتوا هذه هي الحاله الايجابيه لما يحدث في قمه المناخ، عدد الـ مش بس السائحين ولكن عدد المشاركين من اعلاميين من زعماء من نقل من جلسات من خبراء من علماء من كافه الـ عايزه اقول يعني كل انواع البشر موجودة بشكل كبير، والناس كلها الحقيقة على مائدة المناخ.
يعني كمان من أجمل التنظيم اللي موجود في هذه القمة هي الجلسات وتنوع الأيام. يعني الناس لأول مرة بدأت تتعرف على مصطلحات، مصطلح كربون، يعني نقلل الكربون اللي هو ثاني أكسيد الكربون. فبدأ يبقى فيه خبر، مثلا لقيت كده خبر لطيف جدا يقولك رواندا هتعمل حاجة لذيذة قوي، هتعمل حاجة اسمها كربون كريدت. إيه كربون كريدت؟ يعني هتزرع كمية من الأشجار الكبيرة، أو هتقيس كمية الأشجار اللي عندها بتطلع قد إيه، يعني كمية الكربون بقى اللي هي بتقدر يعني تحاربه أو ما يبقاش موجود، لأنه طبعا الأشجار هتطلع أكسجين وبيئة نظيفة حلوة جدا، وتقيسها وتجمع ده، وبعدين تروح للدول اللي هي عندها انبعاثات وتقول لها أنا بصلح الكون، أنت بتقدمي انبعاثات يبقى لازم أنت تقدمي لي حاجات كتير. قصص كتيرة جدا، نتمنى التوصيات تكون في صالح بإذن الله أنه الدول النامية وأفريقيا الأكثر تضررا يكون بجد هذه قمة التنفيذ تعم على البشرية كلها. لأنه لو أنت بتعمل في انبعاثات وأنا بحاول أن أنا أتكيف وأن أنا أصلح من ما يحدث وأن أنا أعمل مشروعات وأن أنت تشارك معايا أو أن أنت تاخد من مشروعاتي أو أن إحنا نشتغل مع بعض، يبدأ يبقى فيه توازن. أنتوا عارفين أن الكربون يعني بيقولك أنه في نسبة على 2050، سنة 2050 تبقى صافي كربون، يعني يبقى الدنيا أحسن، و2030 النسبة تقل جدا. فطبعا نتمنى إن شاء الله هذه التوصيات، أيام قمة المناخ ما زالت موجودة والعمل يجري على قدم وساق طول الوقت في شرم الشيخ.